الشاعر كبير شوقي حجاب. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، مساء الفل. ازيك ايتها الصديقة الجميلة العظيمة الرقيقة الحقيقة الحاجات كلها. ايوه هتقول شعر دلوقتي. اشكرك جدا ازيك والله. حبيبتي، اولا حاسس اغنيه انت لطيفه وحسستني كده وانا بتفرج، رجعتني لعالم سمير غانم، عالم الابداع، عالم البهجه، عالم الفوازير، كل الحاجات الحلوه، المشوار العظيم اللي قدمته. طبعا حبيبي، طبعا حبيب الاغنيه دي ما تعرضتش العالم. ليه؟ والله انا نسيت وهو نسي. نسيته. احنا كنا قاعدين بنسجل حاجه تانية خالص الساعه 3 فجرا، استوديو في وسط البلد يعني، ايوه ولقيته نازل هو على السلم من استوديو اخر في نفس العماره، تمام. فنزلت له يسمع البتاع اللي احنا كنا قاعدين نلعبها انا ومحمد هلال الله يرحمه، ايوه قاعدين بنهزر يعني. فقام سمعها قال انا عايز اغنيها، قلت له خش غني، قلت له البلاتوه وخش. اما غني وانا خدت الشريط وهو نسي وانا نسيت وخلاص بقى يعني، خد بالك يعني حاجات كتير من كتر الحاجات. قال لك من لما كتر ما الخير قدمت يحصل ومشوار طويل. طبعا يعني سمير ده حاجه كانت جميله كشخص كانسان وكفنان، روحه طاغية حتى هذه اللحظات يعني. دي حقيقة، دي حقيقة. طيب أنا عايزة أقول يعني أنت يعني يعني شفتها بقى وأنت بتشوف أعمالك وحاجتك، يعني لقيتها فجأة برضو افتكرتها ولا كنت فاكرها بس أنتوا ما عرضتوهاش؟ لا لا أنا كنت فاكرها من بعيد لبعيد كده يعني. لو ظهر سمير النهارده ربنا يعني الله يرحمه مش هيفتكر هو عمل الحكاية دي إزاي يعني. طبعا هو حاجة طبعا حدت حصلت وهو طالع يجري، خدت بالك؟ أكيد. بس أعتقد دي لكن كمان دماغ خفيف، انا عارفه انت عارفه دمها خفيف جدا، يعني فيها يعني شقاوة حاجه سمير كده غانم هزاره، هزاره ولذاذته، لذيذه يعني. فيها الشقاوة بتاعته ولذاذته. طيب طبعا جدا، ده هو اللي طلب واحنا بنلعب يعني، اللي ممكن اغنيها دي، قلت له يلا خش، قام داخل مغنيها وخلاص خلص الموضوع يعني. وانت مع انها افتكر لو كانت نزلت كان زمانها النهارده قلب الدنيا اكتر، طبعا بس احنا لسه فيها يعني. طبعا انت افتكرتها اليومين دول ولقيتها. لا مش انا، عشان زي انت عارفه ساعات الواحد يقعد يقلب في طبعا اوراقه القديمه، طبعا فعندي كميه هائله من الشرائط اللي انا كنت عايز يعني انقلها من الانالوج للديجيتال ايوه وكده، فبس فانا بقلب لقيتها، قلت يا الله جميل والله، اهديها لاولاد والبنات طبعا. والجميلات. انا عايزه لسه كنت اسالك، هل دنيا او ايمي عندهم اي فكره عن الاغنيه دي؟ ولا اي حاجه، ولا هو نفسه لو كان عايش هياخد باله هو دي فرصه احنا متسعه يعني. وباسمك. احنا هو الحمد لله لان ده التلفزيون بتاعي بقى اللي انا يعني طبعا احد طبعا المشاركين فيه، طبعا فلازم هو اللي ياخد الطبق طبعا. في واحنا النشر كمان، احنا كمان من الافلام. التسعه باسمك، اسمح لنا نهديهم الاغنيه معاك، يعني نهديها لدنيا بالظبط سمير كده، غانم يلا والايمي، اعملوا هما كده. الاثنين طبعا يعني الشاعر شوقي حجاب يهديهم الاغنيه دي، فيها بهجه. وعلى فكره ممكن نذيعها ان شاء الله في حلقات رمضان، فيها كده روح سمير غانم بتاعت الفوازير والشقاوه وعايزين واللذاذه. نطورها بقى ونعملها يعني، نهتم بيها وسلمي لي طبعا عليهم، وهم بقى يبقوا مشاركين فيها ويعملوها مع يعني وليه لا؟ نستفيد ليه لا؟ منهم. وليه لا؟ انا وسلمي متاكده لي عليهم جدا، سلمي لي عليهم جدا اسلم عشان لك انا عليهم. بحبهم قوي وفرحان بيهم، وقولي لهم ان اللي كلف ما ماتش، طبعا. طب وانا ايه كمان رايك انت بقول اللي وجه اللي قالف انت ما عايزه، ماتش. دنيا سمير غانم وايمي، اللي انت عايز تقوله قوله، هو هيوصل لهم. اتفضل. لا ما انا بقول اهو، الحمد لله اللي خلف ما ماتش البركه فيكو، ويعني ما كانش في عندنا فرصه ان انا يعني اعزيكم، لكن اهو ربنا بيبعت لنا حاجات عشان خاطر نربط مع المهم يعني. ان يعني سلمين عليهم جدا، حاضر هسلم ويعني ان عليهم. شاء الله انا بس يعني. عايزه اسالك سؤال، يعني اولا انا متاكده لو انا جيت كده عندك في المكتب او في الاستوديو هلاقي كنوز ما نعرفش عنها حاجه. طبعا طبعا انا طبعا، متاكده ان لا احنا لا هنلاقي خير كنوز ربنا كتير كتيره. جدا الحمد لله. فاحنا اسمح لنا ان احنا ندخل مره كده بالكاميرا ونشوف حاجات كده ونقدر نطلع ايه من الكنوز الحلوه دي. هنا بيت الأمة، تنوروا في أي وقت، وعايزين نعمل بقى تعاونات بقى مع يعني الكتيبة السامرية الغانمية إن شاء الله طبعا للبنتين والحبيبتين، وإن شاء الله ربنا يسهل يعني مع بعض يعني إن شاء الله إن شاء كلنا. الله. وأهلا بيكم وأهلا بالتلفزيون بتاعي أحد المشاركين أو أحد بناته وكده، ويعني أشكرك.
على ايه؟ الشاعر الكبير شوقي حجاب، انت دايما بتنورنا، دايما مبدع صانع للبهجه طول الوقت، بشكرك شكرا جزيلا، وبنشكرك على هذه الاغنيه اللي انفردنا بيها في التاسعه، بشكرك شكرا جزيلا.